عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه ديال حليمه الفيداني. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هذا الصابلي بريستيج بنكهه الحامض والفيرميسيل. كيجي رائع رائع في المذاق وفي الشكل ديالو. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه. نبداو المقادير. المقادير اللي غنعطيكم هي المعتمده عندي كاع في الصابلي، هي اللي كنستعمل دائما لانه كيجيني ناجح. يعني جربت بزاف ديال الوصفات، هادي بالنسبه لي كتعطيني كميه كبيره وفي نفس الوقت كيجي زوين بزاف. كنغير غير في النكهات، يعني كان ممكن ندير نفس العجينه وكنغير في النكهات كيجي انه مختلف تماما. نبداو بالمقادير. عندي هنايا الدقيق على حساب الخليط، عندي 3 ديال البيضات، جوج معالق كبار ديال الحليب بودره، قوصه ديال الملح، واحد لدا مارغرين. انا كنستعمل لدا، ممكن ديروا بدويه اولا المارغرين اللي كترتاحي لها، انا كتعجبني هذه لدا. بالنسبه للسكر كلاصي ممكن ديروا كاس ونص اولا جوج كيسان، يعني زلافه على حساب الذوق. وكاس ونص هنايا ديال الزيت المائده، كاس ونص يعني زلافه ما كاملاش، كنعبر بكاس العنبه. بالنسبه للنكهات ممكن تديري زيست، هذا يعني قشور ديال الحامض محكوكي، اولا قشور البرتقال حتى هو، اولا بودره اللوز، اولا الفاني. ممكن تستعملي دوك المنكهات اللي كيكونوا في البواطه ديال الكراميل، اولا يعني المنكهه كتبقى على حساب الاختيار ديالك، هي باش كتبدلي شويه في لوغو ديال الصابلي وفي الشكل ديالو. اول حاجه كنديرها هي الزبده، كنزيد عليها السكر كلاسي وديك قبص الملح. الا كنتو غديروا شكل واحد ونكهه واحده يعني في العجينه كامله، كديروا النكهه من الاول حتى العجين التالي الاخر، عاد نفرق العجينه ونزيد لها النكهات اللي خاصها. صافي كنخدمها بهذه الطريقه حتى كتخلط ليا مزيان وكتولي بحال شكل بوماد. صافي كنضيف البيض حتى هو كنبقى معاه حتى كيتخلط كيمتزج مزيان مع الخليط هكايا. بالنسبه للسكر كلاصي راه خصو يكون مغربل، ما كنت مغربل حتى ما درتو بزاف حتى غربلتو. نضيف الزيت حتى هي ونخدم مزيان صافي حتى نشوفها ولات كتله وحده بهذه الطريقه هذه. صافي دابا كيمتزج مني الخليط مزيان، غنزيد بودره اللوز. هي دابا العجينه ولات لي على هذا الشكل. من الاحسن ديروا الزيت هي الاولى عاد البيض، لان عذبتني انا نسيت ودرتها هي الاولى. من الاحسن الزيت عاد البيض باش في ساعه كتطلق. صافي غادي ندير دابا حليب صافي ونزيد الدقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا الخليط، انا نوريكم الشكل ديالو كي كيكون. انا كنبغيش نعطي يعني العبار اكزاكتومون شحال، ان كتبقى كما قلت لكم في الحجم ديال البيض وفي يعني في الجوده ديال الدقيق، النوعيه ديالو كنبغيش نعطي عبار يعني دقيق باش ما نعرف ديروه وما يجيكمش هو هذاك تجيكم العجينه قاصحه. يعني نورمالمون خصها ما تكونش قاصحه، تكون شويه مطلوقه باش ما كيجيش الصابلي قاصح. انا نوريكم الشكل، نحاول نقرب لكم يعني الشكل ديالو كي كيجي. صافي نبقى معاك حتى تجمع ليا العجينه، ما كندلكهاش راه كندير لها غير هكا بيدي يتجمع ليا وكتجي هكا، كتجي مطلوقه ما قاصحاش، ما خصهاش تجي قاصحه بزاف شويه باش تطلقنا حتى بتليك. يعني ملي كنجي نطلقوها بتليك تتسربينا وكتجينا هشيشه ما كتجيش قاصحه. صافي دابا انا غنقسم العجينه على ثلاثه، قسمت العجينه على ثلاثه. هذا الجوز غادي ندير له انا كل شكل غادي نديرو في فيديو مستقل باش ما نطولش فيه. صافي غادي نجمعها هكا غير هكا حتى يدخل ليا الحامض في وسط. نتوما من الاحسن الا كنتو غديروا غير شكل واحد بعجينه وحده ديروه من الاول. صافي نجمعها هكايا ملي كترتاح ليا العجينه كنطلقها بين جوج بلاستيكات باش ما تستجيش زيدي الدقيق. صافي كنطلق انا غير شويه بشويه
باش كنضمن ان العجينه من الداخل قدها قد اللي برا. الا كثرت كتبقى لي العجينه هنا غليظه ومجنا كنرققها هكا احسن. كندير غير بشويه بشويه عليا ما تعذبني. صافي غنجيب طابع بحال هكايا دائري وغادي نشكل به بحال هكا. دوائر هكايا صافي. كنهزهم وكنديرهم في واحد الصفيحه. انا ما كندهنهاش. بغيتي ديري فوق بابي سيلفيريزي اولا مدهونه ماشي مشكل. صافي ونرجعوا نشوفوا مكمل. هاد العجينه اللي كتبقى لي انا ما كنجمعهاش ما عجنهاش كي كندير لها بحال هكايا في الوسط وكنزيد عليها عجينه اخرى وكنطلق مره واحده هكا راه كتنسجم. ما عنديش نجمعها لان هاديك العجينه ما تبقاليش طابلي لان ما كترتاح. صافي صافي كنديرها بحال هكا بنفس الطريقه. غنطلقها وغنقطعها وغنديرها في صفيحه. الا بغيتو الطريقه ديال النصائح ديال الطياب هذا تلقاو فيديو اسفل رابط اسفل الفيديو. صافي كنديرها في الفران تحمر وعاد نرجعو ان شاء الله نشوفو طريقه ديال التزيين. صافي ملي تيدوب ليا الشكلاط على هذا الشكل هذا كنجيب المول. انا غنستعمل هذا خاتم سليمان. صافي وغادي نهز غير بالمعلقه ونبدا كنعمر فيه بهذه الطريقه هذه. صافي كنبقى نحيد هذا الفائض بهذا الشكل. صافي غادي نديرو في المجمد يشد راسو مزيان وعاد نحيدو من هذا المول. بالنسبه للكاوكاو اللي غادي نزيد هو طاب خديتو حتى برد خصو يبرد ليا مزيان. صافي دابا غنجيب التزيين. غنحتاج داك الشكلاط اللي صايب ها هو و فيرميسيل صفر. ممكن ما لقيتوش ممكن ديروا الكاوكاو لوز جناب اولا الكوك محمر ماشي مشكل. دابا غادي ندير باش غنلصق غادي نوجد بواحد المعلقه ديال الجليكوز ومعلقه ديال الناباج ما كاملاش يعني الجليكوز يكون اكثر من الناباج. وغادي ندير النكهه ديال الحامض كتبع على هذا الشكل هذا. هاد البواطه كدير بخمسة دراهم. ندير منها واحد الشويه صافي ونخلط هذا الخليط مزيان. فيه غادي نلصق الصابلي وتجيني فيه نيت النكهه ديال الحامض. حاجه غادي ندهن الصابلي بهذا الخليط وغادي نلصق الشوكولات وغادي نجيب الفيرميسيل وغادي ندوز الجناب ديالو كامل بهذا الفيرميسيل صفر. كما قلت لكم ممكن تعوضوا هنا ما توفرش عندكم راه كيكون كيتباع كان موجود. صافي هنايا بنفس الطريقه ندوزو في الفيرميسيل. الا ما عندهاش الوقت توجد الصابلي قبل بنهار وتوش هو الشوكولاط وتجلس تمونطيه يعني ديرو فينيسيون في نهار اخر باش تسهل عليها الخدمه خصوصا اللي ما عمرها دارتو يعني غادي يجي اول مره غادي تكون يديها شي شويه ثقيله في الخدمه ديالو. اللهم تقسم الخدمه على يومين اسهل. صافي هكدايا غنكمل الكميه كامله
وعاد نرجع نعمر الصابلي. هذا راه الثلث، غير الثلث ديال العجينه اللي درت. صافي دابا غندير هذا الخليط اللي بقى لي هنايا، وغنزيد له واحد المعلقه كبيره ديال الشوكولاط ما تكونش فيها الزيت، ونخلطو مزيان. صافي نبدا ندير، انا كنخدم نستعمل هذا ديال الدواء كنحتفظ بها. هذا ممكن تستعملوا سورانك اولا لي معلقه صغيره هكا حسن باش ما كيتقاسوش الجناب. صافي وكنبدا كنعمر هذا الصابلي من الوسط ديالو بالطريقه هذه. صافي حتى كنساليه كامل. الا ما كتقدكم لا ما قدكمش داك اللي غير الخيط اللي كندهنوا به، انا كتزيدي كتعرفي كديري معلقه كبيره ديال الجليكوز ونص معلقه ديال الناباج والنكهه ديال الحامض. صافي انا نبقى معها كتنكمل ديالي. هنا ساليتو كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين بزاف ومذاق ديالو كيجي رائع. صابلي هشيش والنكهه ديال الحامض كتجي زوينه ولذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وديروا جيم وتابوناو في القناه باش يوصلكم.